اشتغلنا في هذا الحقل في 17 من الشهر الماضي، دخلنا إليه حسب البلاغ الذي وصل إلينا من أحد المواطنين، وتحركنا من الحقل رقم 3 كعمل طوارئ، ثم رفعنا 9 ألغام داخل الحقل، وواصلت العمل في الحقل 3. بعد الانتهاء من العمل في الحقل 3 اتجهنا إلى الحقل رقم 4 وشيكنا. طبعا هذه منطقة الحدبة هي أحد المناطق الموبوءة بالألغام المضادة للدبابات التي زرعت بكثافة عالية، وهي منطقة تشهد حركة سكان غير عادية، الحركة إلى المدارس، الحركة إلى المساجد، حركة الرعيان، حركة الحطابين، حركة السيارة والخطوط داخل الخط، حركة النحالين الموجودين بالقرب منا. طبعا عملنا في هذه المنطقة بجهد عالي، واستطعنا أن نرفع الألغام، حجم الألغام التي رفعت بهذه المنطقة ما يقارب 40 لغم. طبعا ما زالت المنطقة هي موبوءة وتحتاج إلى مزيد من العمل، مزيد من الجهد، وبفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الذي يرعانا أن نتوفق في انتزاع هذا الوباء الخبيث من داخل هذه الأرض.